اهلا بيكم مشاهدينا ورجعنا لكم. وقبل ما نبتدي فقره طعم البيوت الحقيقه خلينا نتكلم عن القرارات الهامه جدا اللي تم اتخاذها بخصوص طبعا بخصوص القرارات الأخيرة للسنة المالية 2022-2023 طبعا من خلال سيادة الرئيس عسي، واللي من خلالها طبعا أصدر قرارات هامة جدا وهو من أهمها طبعا في مصلحة المواطن المصري زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، طبعا غير قرارات كتيرة هامة جدا بخصوص طبعا المجال التعليمي. ومعانا مداخلة من خلال الكاتبة الصحفية أستاذة نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام، وهنتكلم عن كل هذه القرارات وفي الآخر هي مصلحتها للمواطن المصري يقدر ان هو يعيش حياة كريمة وطبعا يقدر يتعلم ويكون عنده صحة بشكل جيد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. برحب بحضرتك طبعا من خلال مداخله طعم البيوت، والحقيقه ان احنا معانا خبر صار جدا وهو من اهم الاخبار وهو زياده الحد الادنى للاجور للمواطن المصري ل 2700 جنيه. الحقيقه القرار ده هام جدا وتم اعلانه امبارح من خلال طبعا الموازنه الماليه للسنه الماليه الجديده. تعقيب حضرتك ايه على هذا القرار والقرار كمان الثاني في زياده عدد المعلمين كان في كمان زيادة لعدد المعلمين وهم 30,000 مدرس سنويا للعملية التعليمية طبعا، وده هيضيف بشكل كبير جدا للعملية التعليمية. تعقيب حضرتك ايه؟ الحقيقة امبارح كان في حزمة من القرارات الصائبة جدا اللي أسعدت المواطن المصري بصفة عامة وجموع المعلمين بصفة خاصة. طبعا مسألة الحد الأدنى للأجور انها تبقى 2700 ده إنجاز كبير جدا في الوقت الراهن، وده بيعكس يعني التطور والانتعاش اللي موجود في الاقتصاد المصري بصفة عامة. لو اتكلمنا على المدرسين وتعيين 30,000 معلم كل 5 سنوات بمجمل 150,000 معلم، طبعا ايضا هذه الخطوه يعني خطوه مهمه جدا، لان احنا منذ سنوات لم نسمع عن تعيينات جديده في اعضاء هيئه التدريس في المدارس، وطبعا ده كان عامل ازمه كبيره جدا في المدارس، مساله العجز في المعلمين، ويمكن كانت المدارس والادارات والمديريات التعليميه بتعاني من هذا الامر. فمساله ان السيد الرئيس يعلن هذا الموضوع في الوقت الراهن يعني خبر اثلج صدور جموع المعلمين وكافة العاملين في العملية التعليمية، خاصة كمان ان في بشائر خير ان في تحسين اوضاع المعلمين المادية بإضافة حافز مادي ايضا لهم، ايضا حافز كل هذه الامور يعني امور هامة جدا. وعلى مستوى التعليم العالي كمان الاساتذة اللي هم يعني غير متفرغين اللي كانوا بيعانوا من ظلم شديد في هذا الامر، ايضا الرئيس حدد لي حافز يعني علشان مساله تحسين الاحوال الماديه. جميل. فكل هذه الامور كمان استاذه نيفين تخصيص مكافئات الامتياز لطب الاسنان والعلاج الطبيعي والتمريض طبعا للهدف منه برضو تقديم خدمه طبيه افضل، والحقيقه برضو القرار ده كان من القرارات المهمه جدا اللي تم اعلانها امبارح. هو الحقيقه الرئيس مهتم جدا بمساله التعليم والصحه وبيديهم يعني او الاولى في كافه الانجازات التي تحدث على ارض مصر، وطبعا ابنائنا الطلاب والعاملين في العمليه التعليميه والعاملين في الحقل التعليمي سواء التعليم الجامعي او قبل الجامعي كلهم في رعايه الرئيس، وطبعا لما يخصص لهم كل هذه الامتيازات ده بيدل على يعني احساس الرئيس بمساله اهميه تحسين الاوضاع الماديه والمعنويه ليهم، وايضا بيعكس اهتمامه بمساله التعليم وبناء الانسان، لان الاساس في التعليم هو والاساس في بناء شخصيه الطالب هو بناء الانسان، فده امر هام جدا. والحقيقه انا من امبارح وانا بجمع كافه ردود الافعال حول هذا الموضوع، والحقيقه يعني انا شايفه ان الناس مبسوطه جدا من هذا الامر. انا بشكر حضرتك جدا استاذه نيفين على المداخله، وطبعا الرئيس دائما بيعمل على بناء الانسان المصري وتوفير ليه حياه كريمه والاهتمام بينا في كافه المجالات. شكرا معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي.